سعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 28 درجة مئوية الملموسة 26، أما الرطوبة منخفضة حوالي 24%، والرياح تكون بين خفيفة ومعتدلة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نهار يوم غد، حيث تبقى المملكة تتأثر بالموجة الحارة وبالتالي أجواء حارة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة. إربد تسجل 38 22، المفرق 38 22، أيضا جرش تسجل 37 23، وعجلون 36 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 39 إلى 25، الزرقاء 38 إلى 22، العاصمة عمان 36 إلى 24، مادوى 37 إلى 23، البحر الميت 44 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك طقس صافي 33 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 26، معان 36 إلى 22، الشوبك 34 إلى 25، والعقبة 42 إلى 30. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رويشة 37 إلى 21، الصفاوي 39 إلى 22، والأزرق 40 إلى 24. إلى اللقاء.